بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح نكمل مع طلاب أكاديمية الميقات الإسلامية، طلاب الصف العاشر ألف في مادة الثقافة المالية. وصلنا عند الدرس الثاني وهو درس الفكرة والفريق. الفكرة والفريق، تمام؟ بدنا نتحدث عن موضوع الفكرة والفريق. الفكرة يعني الشخص اللي حكينا عنه الحصة الماضية، اللي هو الشخص الأوبن مايند، الشخص المتطور، الشخص المتحدث، الشخص الريادي، آخر من الأفكار، تمام؟ هذا هو الشخص الريادي. اليوم راح نتكلم عن كيفية توليد الأفكار من خلال الشخص الريادي وكيف تطبق من خلال فريق. يعني إذا بتلاحظوا مثلا لما تلعبوا مباراة، في المباراة مباراة فوتبول، بكون في فريقين في الملعب، كل فريق في له مدرب، كل فريق في له كابتن، كل فريق في له حارس، مزبوط؟ كل فريق ما في له حارس، مستحيل فريق ما له كابتن، مستحيل فريق ما له مدرب. يعني المدرب اللي بدربهم على اللي بنمي المهاره اللي عند هذول الطلبه او هذول اللي بيلعبوا كره القدم، تمام؟ اما الكابتن هو اللي بوزع المهام في داخل الساحه او في داخل الملعب، هو اللي بوزع المهام في داخل الملعب اثناء المباراه، تمام؟ يعني مثلا بقسمكم مثلا واحد حارس، واحد جناح ايمن، واحد جناح ايسر، واحد خط وسط، اثنين هجوم، تمام؟ وبكون معطيكم الفكره انه مثلا اذا حسب النتيجة، يعني أفكار بتكون ذاتية لحظية. يعني مثلا إذا كان ظايل مثلا المباراة بتلاقيها ظايلها مثلا ربع ساعة وبدها تخلص والنتيجة 2-0 للفريق المعادي، تمام؟ للفريق المعادي، إذا لازم تكثف الهجوم، صح؟ صح شباب؟ صح صحيح. عشان نتعوض يعني. بالضبط، عشان هي شفت شو حكيت؟ عشان تعوض الخسارة، لو أقل شيء مثلا إنه تدخل مثلا جول أو تدخل هدف، تعادل أي بالضبط، أو تعادل، تمام؟ إذا شايف كيف الكابتن إمتى بتطلع أفكاره؟ حسب اللحظة أو حسب الوقت أو حسب وضع السلام عليكم الوقتي. أستاذ، تفضل. إيش الحصة هاي؟ مالية مالية. خلينا نكمل. إذا بدنا نلعب كرة قدم، على بدها تكون على شكل فكرة، تمام؟ انه مثلا شباب، انه مثلا اليوم الكذا او اليوم المعين في لنا مباراة مع طلاب الصف العاشر باء او التاسع الف، تمام؟ المباراة راح تكون مثلا راح تكون حادة او قوية المباراة، بدنا نكثف الدفاع ونقلل من الهجوم في بداية المباراة. مثلا في بداية المباراة، في اذا خلص الشوط الاول مثلا كانت النتيجة اصفار، بدنا نزود الهجوم ونقلل الدفاع شيء بسيط عشان ندخل مثلا ندخل الهدف عشان نفوز على الفريق. اما اذا فات فينا هدف، تمام؟ اذا بدنا نكثف الدفاع، نرجع نكثف الدفاع عشان ما يفوت فينا اهداف اخرى، تمام؟ اذا افكار الكابتن، تمام؟ افكار الكابتن والتي تطبق من خلال الفريق ككل. طب هسه لو في مثلا الجناح الايسر ضعيف، ما مش متعاون مع الكابتن او مع الفريق، بتلاقي من خلال هاي الثغرة الفريق المعادي بفوت من خلالها، تمام؟ إذا الفريق شيء مهم جدا، التكاثف والتعاون فيما بينهم، وأي خلل بكون في من قبل أي جزء من أجزاء الفريق يؤدي إلى خسارة الفريق ككل، مظبوط؟ نعم أستاذ. إذا تؤدي الموهبة إلى الفوز بالألعاب، ولكن العمل الجماعي يؤدي إلى حصد البطولات. يعني بتلاحظوا مثلا علي النوايس بقول لك خلاص، أنا يعني أنا موقعي لازم، أو أنا كمثلا إذا لو إن أنا مثلا مدرب طلاب صف العاشر ألف، أنا بشوف مثلا علي النوايس إنه رجله صامتة، تمام؟ يعني لازم يلعب هجوم وسط. مثلا زيد الخير مثلا طويل، إذا كويس موضوع يكون دفاع طويل ودفاعه صحيح، أو يعني حركته سريعة، إذا كويس موقع يكون دفاع. مثلا أمثلة، مثلا الحارس مثلا بدنا إياه شخص ضخم عشان يغطي جميع أجزاء الملعب، جميع أجزاء المرمى، تمام؟ زي جعفر، تمام؟ مثلا عمر لو حطيناه خط وسط إلى الأمام وإلى الخلف، إلى الأمام وإلى الخلف، بتمشي أموره لأنه سريع في الذهاب والإياب، تمام؟ إذا لما بدي أعمل فريق بدي أتشاور، أشوف المستويات اللي عندي واولد الافكار ونطبقها مع بعض خلال الفريق. يعني مثلا لو انا مثلا الكابتن مثلا بلعب في المباراه مثلا، تمام؟ انا بحط نفسي دفاع وسط،
تمام؟ وبنصير نوزع المهام في المباراة، بتلاقي الكابتن بيحكي مثلا نوايسة اجت كرة القدم فوت على الجول او فوت على الهدف، فوت دخل هدف عند المرمى للفريق المعادي، تمام؟ بده يكون تناسق. اما اذا مثلا علي متخاذل، او مثلا علي متخاذل مش راح ندخل الاهداف، او مثلا اذا زيد متخاذل، زيد لانه دفاع اذا راح يفوت اهداف فينا، لان قاعدين بنطبق الافكار ومتعاونين احنا كفريق، صح ولا لا؟ صح استاذ. لو اننا مش متعاونين في المباراه شو بده يصير يا علي؟ ما نخسر، اكيد راح نخسر لانه احنا مش متعاونين، تمام؟ خلينا نكمل. إن العمل في فريق لتنفيذ مشروع ما يعني أداء مهام معينة تحكمها إجراءات مختلفة في مدة زمنية محددة ببداية ونهاية زي كرة القدم، لذا يندر أن يعمل الفريق بطاقته الإنتاجية كلها في مختلف مراحل المشروع. يعني بتلاقي علي بحكي يا أستاذ أنا بديش أتعب حالي في بداية المباراة في نهاية عشان يظل عندي طاقة في نهاية المباراة أشد حالي وتكون عندي لياقة أعلى من الفريق المعادي. فنجده يتدرج في ذلك ضمن مراحل معينة إلى أن يصل مرحلة الإنتاجية العالية في نهاية المطاف. عرفنا سابقاً أن فريق العمل يتألف من مجموعة لها هدف مشترك، يعمل أفرادها معاً على تحقيقه بما لديهم من مهارات وخبرات متنوعة. وسنتعرف الآن أهمية العمل ضمن فريق وكيفية تحديد دور كل عضو فيه. تعرفنا كيف بدنا نعمل ضمن الفريق وكيف بدنا نحدد دور كل عضو؟ على النوايسة. استاذ انت كابتن، تمام؟ كابتن بدك تلعب ضد فريق، بدك تختار خمس طلاب انت من ضمنهم او ست طلاب اذا ملعب سداسي، ست طلاب انت من ضمنهم عشان تواجه الفريق المعادي. مين بتختار وشو اقسامهم؟ من صفنا؟ نعم، من صفنا بختار زيد ابو سعود. موقع من زيد ابو سعود؟ زيد الخير. موقعه زيد وسط. بختار بشير حارس. ها، بختار عمر ناصر وسط كمان لانه هو زيد من زمان مع بعض فبكونوا فاهمين على بعض. حلو. وبختار معاني قدامهم. اها، معاني وين بالضبط؟ معاني قدام زيد الخير ومحمود وسط الملعب. وسط مهاجم ورا المهاجم على طول. حلو، حكينا هيك أربعة ولا اثنين. نعم. أستاذ بختار كمان يعني هيك بضلش حاجة الصف أصلا. لو بدك تختار واحد من الله بختار، لا خلينا في الصف أحسن. بختار أستاذ ضياء عشان جسمه، هو بعرفش يلعب بس ممكن جسمه يفيدنا. حلو، ما بتعرف ضياء و عبد الحميد على البر. طب يعني قصدك انت كنت انه جعفر 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 جعفر. طب انت قصدك انه يعني معاني انه عشان الركلات اللي على المرمى المعادي المرتده يعاود يرجعها الى كل ضياء مثلا؟ لا استاذ، معاني عشان اللياقه عاليه وملل، وهذا المركز بده واحد يتحرك بسرعه ما يكون واقف. وجيت الخير وعمر ناصر زمان مع بعض راح يكونوا فاهمين على بعض. حلو، يعني شفت كيف قسمت الفريق. طب هسه انت ككابتن في اثناء المباراه مش بتكون في عندك افكار لحظيه؟ طبعا. زي مثلا هسه زي استاذ الافكار بحب العب فيها في كره قدم مع اي فريق لما اكون في الملعب. ما بحب افوت في دفاع لانه الفريق اذا فات في دفاع يعني فات بدون شخصيه. اهم شيء في كره القدم يكون عندك شخصيه وروح في الملعب. كيف عيد اخر شيء؟ اهم شيء لما يفوت لما تفوت في شخصيه فريق وروح. حلو، اذا فريقك ما له شخصيه ويثبت انه هو يفوز في المباراه هذه وانه يثبت لك شو هو ما راح تفوز. بالضبط، فلازم روح الفريق بين اللاعبين وشخصيه الفريق تكون موجوده. اذا ظل الشغلتين كانت موجوده اول مره الفريق 99% فايز، 10% بيرجعوا للتمارين والتدريب والمدرب. حلو حلو، ممتاز، يعني افكارك حلوه. طيب انا قصدي كمان انه في افكار لحظيه يعني في اثناء المباراه، يعني لما تكون انت مثلا متحمس وبتلعب كذا وخلص الشوط الاول ضايل ربع ساعه للشوط الثاني وبينتهي والمباراه 1-0 للفريق المعادي، شو بدك تسوي؟ بدك تحكي يا ضياء ارجع ورا، خليك بدل معاني ومعاني قدم قدام مكاني، وانتم اي طابه بتجيكم زيد الخير وعمر قدموها لنا بدنا نزيد ركلات الهجوم. لا
هاي ما بقول له قدم، هاي بعطيه أمر إنه يسدد أي فرصة بتجي. حلو. وما وبحاول أخلي الدفاع يتعم يوصل لنص الملعب أكثر. بالضبط، بقدم له قدام شوي يقطع الطابة من نص الملعب. صح، بس اللاعب اللي عنده لياقة برجعه ورا. بالضبط، لأنه لسه لا يأخذ لاعبين اللياقة برجعهم ورا. ليش طيب؟ إذا ارتدوا علينا يرجع، عشان إذا صار أي شيء ارتداد علينا يرجعوا. حلو، ممتاز. يكون في ناس عبين لاعبين ضعاف لياقتهم ما يرجعوا، يكون هذولك مغطيين. بالضبط، عشان مش إنه والله كلنا هجوم ومش قادرين في نهاية المباراة، مش قادرين نرجع ورا. تعبانين. يعني هاي أفكار، شفتوا كيف؟ أفكار حلوة. يعني حتى إحنا مثلا في المدرسة، مثلا إحنا نحكي عن نفسنا إحنا المعلمين، يعني مثلا في الساحة أنت بتشوفه مثلا أستاذ عمر، عفوا أستاذ محمود السوالمي، أستاذ إبراهيم الفيومي، أستاذ أصيل، مناوبين في الساحة، تمام؟ ولكن بتلاقي أستاذ إبراهيم الفيومي، أنا بحكي عن نفسي، بتلاقي أستاذ إبراهيم الفيومي في أي لحظة صار في خلل في أي جزء من أجزاء الساحة، مع إنه أنا دائما بوقف وين؟ عند يعني أصعب مكان أو أكثر مكان. أستاذي في بعض الرياضات ما بتحتاج لفريق أصلا، يعني ما بتحتاج لفريق، ما في رياضة مستحيل ما تحتاج لفريق، مستحيل. كما مثلا التنس بيكون عبارة عن مين شخص واحد بيلعب بس معاه، يعني إنه أغراضه معاه فريق، معاه مدرب. يعني مين قال لك إنه التنس ما بيحتاج لفريق؟ في عن إيش كمان؟ الشطرنج ماشي بيكون منتخب، بس لما تلعب أنت مع واحد أنت وياه بس تلعبه يعني. زيد أحكي لك شغلة. نعم. على الألعاب الرياضية البدنية اللي بدها فريق. البدنية. نعم. أوكي. البدنية أوكي. يعني أنا كنت بدي أحكي فكرة ونسيت. يعني مثلا أستاذ إبراهيم الفيومي وين موقعه بالعادة يا نوايس؟ معاني وين موقع أنا بالعادة في الساحة؟ عند المقصف. عند المقصف عند شجرة. بالضبط. يا شو يا أستاذ؟ أنا موقعي وين دائما بالعادة في المناوبة؟ عند المقصف. والمقصف دائما أكثر اكتظاظ عليه، مظبوط؟ صح. ولكن صار أي خلل في أي مكان في الساحة بتلاقيني أنا رحت بدي أسكر الخلل، تمام؟ عشان بنضلنا كلنا إحنا كمعلمين بأفضل صورة في ضبط الساحة في أثناء الفرصة. لأنه الطالب بيكون عنده طاقة، يعني طاقة مكدسة من الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، أربع حصص، طاقة مكدسة بده يفرغها. أو ممكن تصير مثلا مشاجرات بين، أو مثلا نقاشات، أو مثلا في طلاب بيلعب فوتبول، بدك توزع المهام. وأي فجوة صارت عند أي شخص في أثناء هذه الشخص الآخر القادر على إغلاق هذه الفجوة يروح يغلقها، مظبوط. إذا مزايا العمل ضمن الفريق، تفضل يا معاني، بدي أسمع صوتك. معاني بدي أسمع صوتك. وين الصفحة؟ صفحة 23 صح؟ نعم. يا أستاذ تذكر مزايا العمل ضمن الفريق. معاني صفحة 8. تمام. مزايا العمل ضمن الفريق، تتمثل أهمية العمل ضمن فريق في ميات: واحد، الإفادة من مواهب الأفراد المتعددة وإنجاز العمل بجودة عالية. بس اثنين، زيادة الاتصال بين الأعضاء. معاني الإفادة من مواهب الأفراد المتعددة وإنجاز العمل بجودة عالية، يعني أنت بتشوف مين أفضل واحد مثلا للحراسة لو بدك تسوي فريق. بس أستاذ صوتك قطع عندي. أنا بحكي مين أفضل واحد بتشوفه كفؤ لما بدك تسوي فريق إنه يصف على الحراسة. عمر ناصر. يعني شوف كيف الآراء اختلفت من كابتن إلى كابتن. يعني إذا بتلاحظوا مثلا في الألعاب القوى البدنية هاي اللي مثلا بدها فريق، مثلا بتلاقي مثلا لو يلعب، أنا بتابع الرياضة بس أنا بحكي بشكل عام، مثلا ريال مدريد وبرشلونة، احنا بنسمع انه ريال مدريد وبرشلونة هم المتصدرين دائما. ممكن مرات ريال مدريد او برشلونة زي كأنه في اخر مباراة واحد منهم خسر مع فريق، شو اسمه الفريق؟ سان جيرمان، ابصر شو اسمه، باريس سان جيرمان. باريس جيرمان. باريس سان جيرمان، عكست من الدنيا. باريس سان جيرمان صح. يعني خسر صح. مين هو الفريق اللي خسر من ريال مدريد؟ برشلونة مش عارف يفوز هسه على الدرجة الثانية في الاسباني من النقي. طيب، يعني انا ما عنديش تطور عن الكرة، عن بتابعش الفوتبول بس، ولكن
هل برشلونة اللي كنا نسمع انه دائما متصدر، دائما هو الاستدارة، دائما هو المخ بطولات، وفي ميسي وفي ابصر مين ابصر مين، مش قادر يفوز على لاعبين درجة على افرقة الدرجة الثانية؟ تكون خلل كابتن وخلل المدرب. لا بس دقيقة اقول لك، لانه لا لا دائما أستاذ، هاي خلل إدارة. 100% في النهاية إدارة. يعني يعني احكي لك شغلة، دائما انت بدك تطلع زي ما حكيت يا نوايسي، انت بدك تطلع روح الفريق، بدك تطلع يعني انه يكونوا متعاونين مع بعض، بدك تطلع انه مثلا افكار، مثلا مثلا انا بحكي بشكل عام، مثلا ميسي لا بدي احطه في مكانه الصحيح، مش هجوم، بلعب ملعب ال 11 هجوم، يعني مساحه كبيره، هجوم جناح يمين، هجوم جناح يسار، هجوم وسط، تمام، مرتدات، بدي اقسم. طبعا لانه مع مدربين ثانيين او مع كباتن ثانيين كانوا يفوزوا، صح؟ بدي انمي المهاره اللي عندهم، بدي انمي مثلا اللياقه، اللياقه مثلا في لاعبين مثلا لياقتهم 20 دقيقه، في لاعبين لياقتهم مثلا 85 دقيقه، في لاعبين لياقتهم 20 دقيقه، يعني بتشوف كريستيانو مثلا دقيقه واحد دقيقه 85 لياقته عاليه جدا. دائما طب استاذ، المهاره استاذي بس بعيدا عن الرياضات، مثلا خلينا ناخذ على مثال فريق لعمل يعني مشروع معين، عمل مشروع معين مثلا، نعم. مثلا مشروع معين كل واحد له وظيفته، يعني مثلا فريق بده يعمل لعبه، لعبه كبيره في المسابقه، هاي اللعبه يعني بدها يعني تكون لها مواصفات عديد، مثلا اعضاء الفريق هم خمسه، كل واحد له وظيفه، واحد للجرافيكس يعني للتصميم والرسومات، واحد واحد بروجرامر، نعم واحد للتصميم الالعاب وتصميم المراحل، واحد للبروجرامينج يعني للبرمجه، يعني كل واحد له فريقه ايش هو ماهر فيه يعني. بالضبط. ف بس اذا قصر اي حدا فيهم ما راح نطلع بنتيجه صحيحه، صح؟ ما اذا هيك رجعنا صح استاذ. لمزايا الفريق. النقطه الثانيه، تفضل يا عبد الحميد. زيادة زيادة الاتصال بين أعضاء الفريق، بين الأعضاء وغيرهم من أعضاء الفريق الأخرى. انا بصراحة شباب حسب، يعني انا بحاول ارجع لموضوع كرة القدم لانه انتم تهتموا في الموضوع هذا، زيادة الاتصال بين الاعضاء. يعني اذا بتلاحظوا مثلا في كرة القدم المباريات الودية هاي، عشان تشوف شو مستوى الفريق اللي قدامك او تشوف شو مستوى اللاعب، او بلاش مباراة ودية مثلا، بتلاقي مثلا فريق مثلا برشلونة بيروح يحضر مباراة لمثلا باريس اند ابصر شو اسمه هذا مع فريق اخر، بس بدنا نشوف المهارات اللي عندهم، بدنا نشوف شو المستويات اللي عندهم، هل انا مستواي بواكبهم او اللياقه تبعتي زيهم ولا اعلى منهم، تمام؟ اذا زياده الاتصال بين الاعضاء. يعني انت نوايس حكيت عمر وزيد الخير من زمان مع بعض، اذا على خط الدفاع جناح ايمن جناح ايسر، فاهمين بعض. حلو. النقطه الثالثه، يلا ابو سعود. اوكي، تنمية الشعور بالاتحاد والصداقة وتنمية الروح لعمل ضمن الفريق الواحد. تنمية الشعور بالاتحاد والصداقة، لأنه إحنا بدنا الروح الرياضية هاي، الروح الرياضية، تمام؟ لما يكون في اتحاد صداقة، لما مثلا عبد الرحمن المعاني يحكي يعطي أمر للشخص اللي وراه مثلا عمر أو زيد الخير، ارجع لورا أو شد مرر، يعني مرر كرة كذا، أبصر شو، إنه يكون في اتحاد صداقة، مش والله أنا خلص هذا بحبوش ما بديش احكي معاه، بديش احكي معي، بظبطش في اثناء الفريق او في اثناء المباراه او في اثناء اي اتحاد بعمل شيء معين، لازم يكون في اتحاد وصداقه. والنقطه اللي بعدها، زيد الخير. ايجاد جوا من التعاون، زياده الانتاج وتخفيف الاعباء عن طريق توزيع الادوار والمهام. ايجاد جو من التعاون، زياده الانتاج وتخفيف الاعباء عن طريق توزيع الادوار والمهام. يعني هاي النقطه انا بطبقها مثلا لما افوت على طلاب الصف العاشر واعطي حصه، بدنا نتناقش في الحديث، بدنا نتعاون او بنقسم المهام. استاذ ابراهيم قاعد بيشرح، زيد قاعد بيشارك، قاعد بيسال، عبد الله الغاني قاعد بقرا، قاعد بيجاوب، بدنا نوزع المهام. اما كل الحمل على استاذ ابراهيم والطلاب مكتفين ايديهم هيك وقاعدين، مزبوط؟ الحصه بدل ساعه بدها ساعتين. النقطه اللي بعدها، تفضل يا علي. استاذ انا معيش كتاب، انا مروع على الكرة شكلي نازل كتاب الثقافه في الدار. مش مشكله، تبادل المعلومات والتجارب والوصول الى حلول جماعيه. يعني خلص الشوط الاول، تمام؟ بنقعد شباب، بس احنا مثلا هيك مش بنقعد شباب، احنا النتيجه هسه 1-0 ال 2-0 ال
شباب حاولوا تشدوا على الدفاع، بدناش الهجوم تبعهم يفوت يخترق الدفاع تبعنا ولا يوصل للحارس، تمام؟ واي ركلات بدها تجيكم بتحاول انك تقدمها لفريقنا المهاجم، تمام؟ اذا بدك الوصول لحلول اجتماعيه، ولا شو رايك يا زيد؟ ولا شو رايك يا زيد؟ زيد الخير، نعم. شو رايك يا فلان؟ شو رايك؟ بدنا نتناقش عشان نوصل لحلول جماعيه. لا يا استاذ انا هسه تعبت مثلا، انا هسه انا عبد الرحمن المعاني لياقتي شوي تعبت خليني دفاع، او انا لياقتي عالي خليني دفاع بحكم لك الدفاع، وعمر لياقتي عالي خليني دفاع، زيد الخير زيد الخير مثلا عبد والنوايسه مثلا لا خليك هجوم لياقتكم اقل خليك هجوم عشان اي ركله تجيكم تدخل هدف فيها، تمام؟ اذا في حلول جماعيه على السريع بدها تصير. النقطه اللي بعدها إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية التنفيذ زي ما أنا حكيت لكم قبل شوي، وتعزيز قدرة بيئة العمل على تجاوز جوانب الضعف ومعالجتها. يعني مثلا عبد الرحمن اللي معانا بيقول لي يا أستاذ أنا لابس بوت أصابعي والأرض زفتة في بتزحلق، تمام؟ أو أنا لابس شورت مش لابس كسرات ممكن مثلا أوقع أنكسر، إحنا مش عاملين مثلا إصابات في البرد. النقطة اللي بعدها تحقيق الأهداف واختصار المسافات وتوفير الوقت، اللي هو في النهاية نطلع إيش؟ تطلع فايزين، مزبوط؟ الربح أو الخسارة. خلينا نتعرف على كيفية تحديد الأدوار لأعضاء فريق العمل. تفضل يا أنت كويس معكش كتاب كان دخل يكون دخليك تقرأ، تفضل يا عمر. أتاحت الفرصة أمام الجميع للمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية تنفيذه. وين كيفية تحديد الأدوار لأعضاء فريق العمل؟ أول شيء إن تنظيم العمل وتوضيح الإجراءات والمهام اللازمة لتنفيذ المشروع هو أمر ضروري لسير العمل بالطريق الصحيح، وإنتاج السلع والخدمات ضمن خطة مدروسة محددة سلفاً، وهذا يتطلب من أعضاء الفريق إعداد جدول زمني يوضح أهم هذه الإجراءات والمهام ويلخصها بحيث تكفل لهم تحقيق الأهداف المنشودة. يعني إذا بنلاحظ في مباريات مثلاً، يعني هذيك اليوم حضرت مباراة مش عارف لمين دقيقة 91 بدل، دقيقة 93 بدل، أوف دقيقة 93 بتبدل، اللاعبين خلصت لياقتهم، اللياقة تبعته خلصت، إذا بصير ضعيف جدا جدا، بدي أستبدله بلاعب لسه لياقته جديدة. يعني طب المباراة كلها صارت 95 دقيقة، الدقيقة 93 نعم بكون خايف من أي ثغرة إنه يفوت في هدف، لأنه المباراة كانت 1-0 للفريق الأول مثلا 1-0 وخايف من إنه يفوت هدف التعادل. وتمكنهم من تحديد الأولويات والوسائل اللازمة لتنفيذ كل نشاط والعضو المسؤول عن تنفيذه ضمن الزمن المحدد. وعند تشكيل فريق العمل لابد من تحديد مهام كل عضو من أعضاء الفريق في الوقت المبكر ليعرف مسؤولياته وواجباته في الفريق، ويتمكن من إدارة الوقت لتحقيق أهداف المشروع بكفاءة. ولتحديد هذه المهام تحديدا صحيحا يجب اتباع الخطوات الآتية. يعني إذا بنتذكر مثلا أنا في النهاية حكيت إنه أنا بتابع شبطبول، بس أنا كنت أسمع مثلا فريق الفيصلي كان فريق أقوى من الآن، تمام؟ ايام الشيخ نوايس شو اسمه الشيخ سلطان العدوان، الشيخ سلطان العدوان كان منمي روح الفريق. يعني مثلا اللاعب مستحقاته توصله، تمام؟ اللاعب مثلا في دورات تدريبيه مثلا او في مباريات تدريبيه مثلا يطلع عليها مثلا ياخذ مثلا مبلغ معين، فاللاعب يتشجع بده يروح على المباراه التدريبيه هاي انه بس فارق منه، تمام؟ بزيد لياقتي، صار في انتماء للعمل، انتماء للعمل وفي انتماء للروح الفريق. اما مثلا لو الفريق مثلا ما بدفعوا حقات اللاعبين او ما في مثلا اوراق تدريبيه او ما في كذا، بصير تراجع اللاعب، صح؟ حتى احنا على مستوى المعلمين، اذا مثلا على مستوى المعامله اذا الاداره معاملتها ممتازه ومميزه معك كمعلم بتعطي كل. يعني مثلا انا هسه في حدا داري اني بعطي حصه من الاداره؟ ولا حدا بيعرف اني انا بعطي حصه من الاداره، تمام؟ ولكن ليش بعطي حصه؟ لانه خلص في تعاون بينك وبين اداره المدرسه، تمام؟ تعاون بينك وبين اداره المدرسه، تعامل وتعاون، وضمن فريق واحد احنا كلنا وبدنا نخلص هذه المهمه. اذا انا بدي اقعد بدي اعطي حصص وفلان 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 نفس المبدا، تمام؟ بتلاقي انه المدرسه مثلا طلاب المدرسه طلعوا بدون نتائج، ف بيجينا لطريق الخساره. طيب وكيفيه تحديد الادوار لاعضاء فريق العمل؟ اولا انشاء قائمه تضم الاهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها. يعني انا مثلا
هدفي انه مثلا عدد الطلاب يكون كبير اللي بيحضروا في الحصه، النتائج تكون مرضيه ومش مرضيه فوق المرضيه، تمام؟ لانه على حسب تعبي انا بدي النتائج من الطلاب. اذا طالب مثلا مش عامل واجب، ليش انا خصصت معك معلم؟ او انت مثلا نوايسي، نوايسي مثلا بلعب عندي فتره، تمام؟ بلعب ضمن فريقي، طب انا مش مقصر معك، دورات تدريبيه بعطيك، مثلا مبالغ ماليه انا مش مقصر معك، ملابس وتدريب مضاعف مش مقصر معك ضمن الفريق، تمام؟ انت ليش تقصر معي؟ صح؟ تمام. انشاء قائمه تتضمن الاهداف التي يسعى المشروع لتحقيقها. النقطه الثانيه، تحديد مواقف القمه، تحديد مواقف القمه لكل عضو من اعضاء الفريق، زي ما حكى مثلا نوايس قسمهم، او زي ما حكى مثلا معالي او زيد الخير قسمناهم انه واحد دفاع، واحد هجوم، واحد خط وسط، واحد جناح ايمن، واحد جناح ايسر، تمام؟ اذا وزعنا مواقف القمه من اعضاء الفريق عشان نحاول نستغل اكبر قدر ممكن من طاقه تبعت هذا اللاعب او تبعت هذا الفريق، هذا الفرد من الفريق، تمام؟ وتوزيع الادوار والمهام على اعضاء الفريق زي ما حكينا قبل شوي، انه بنوزع الادوار بطريقه صحيحه بطريقه سليمه عشان نطلع بنتائج صحيحه. بنطلع يا زيد ابو سعود عشان نطلع صحيحه. يعني مثلا اذا بتلاحظوا انتم بدكم تقيموا، يعني مثلا استاذ ابراهيم الفيوم لما يفوت على الحصه بتلاقي الحصه مضبوطه، بتلاقي مثلا الطلاب مطلعين كتبهم، بتلاقي مثلا العديد من الطلبه محضرين الدرس، بتلاقي الاستاذ بيشبخ وفلان بجاوب، والحصه فيها نشاط وفيها تفاعل وفيها التزام وفيها موده وفيها محبه بينه وبين الطلبه، تمام؟ ممكن لو رحت على مدرسه مثلا، مدرسه ثانيه مثلا، حصه الحاسوب كنا نلعب فيها هيك، يمكن الطلاب بيحكوا حصه الحاسوب كنا نلعب فيها، او الملي كنا نلعب فيها، تمام؟ طب ولكن صارت حصه وصرنا نحس انه في لها مكانه، صح؟ نوايس بدك تجاوبني، نوايس انت لانك كنت طالب في المدرسه، عندك المدرسه كيف كانت حصه الحاسوب خارج المدرسه؟ مدرستي قديمه؟ مدرستي قديمه لا، يعني كان انه الاستاذ العاكب استاذ صاحب لنا، بنمزح بنضحك في الحصه عادي، بوقف شوي بنمزح بنضحك بنص الحصه، يعني كويسه كانت الحصه. حلو، ممتاز، هي والله افكار حلوه. يعني الفكره انه بيختلف من شخص لاخر، تمام؟ يعني الفكره ما دام في تعاون بين اعضاء الفريق نوصل لاحسن نتائج، ما دام في تعاون نوصل لافضل نتائج، صح؟ يعني مثلا الناس متعاونين، كان بتلاقي على النوايس زيد الخير وزيد ابو سعود وعبد عبد الحميد وعبد الرحمن المعاني وعمر، الكل قاعد بيحكي مع بعض، والاستاذ في يمين وهم في يسار، صح؟ بس لما يكون في تعاون بين المعلم والطالب، وفي في تواصل، وفي روح رياضيه، وفي نتائج بدنا نوصل لها احنا الطالب والمعلم او الطلاب والمعلم، تمام؟ بتلاقي الامور موزعه تصبير، تمام؟ تمام استاذ. في سؤال لحد هون الابطال؟ لا استاذ. في سؤال؟ لا. طيب يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه، وان شاء الله الحصه القادمه نشوفكم، اذا في حد عنده سؤال يسالني شباب. ماشي شباب. طيب يعطيكم العافيه، السلام عليكم.